مفيش حاجة بترفع الروح المعنوية عند أولادنا في المدارس أو في الجامعات زي ما تتكلم عن آثار وتاريخ بلادنا، كل ما يقال عن علوم التنمية البشرية وعلوم الموتيفيشن والمش عارف إيه، اركنوا على جنب وكلم الناس عن الفراعنة، هتلاقي عيونهم بتلمع إن أجدادهم كانوا أسياد العالم. إحنا بنقول الكلام ده ليه؟ بنقوله عشان في مسابقة فريدة من نوعها بتركز على الجانب الإيجابي من هذا الأمر، بتركز على الجانب الأثري والتاريخي لآثارنا المصرية. المسابقة دي أعلنت عنها مكتبة الأسكندرية وبتحمل شعار ابحث عن الأثر، وبتستهدف زيادة الوعي الأثري عند الشباب وروح الاستكشاف والبحث العلمي عندهم وتعميق أيضا الوعي التاريخي. مش بس كده، كمان التعرف على متحف أثار مكتبة الأسكندرية والقطع يمكن الأثرية والمميزة اللي موجودة جواه من مختلف بقى العصور، بدءا خلينا نتكلم عن العصر المصري أو الإسلامي، مرورا بالحضارة اليونانية والحضارة الرومانية ثم القبطية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر معنا عبر الهاتف دلوقتي دكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الأثار بمكتبة الأسكندرية. أهلا بيك يا فندم، صباح الخير عليك. صباح الخير استاذ مصطفى، صباح الخير استاذ بسام، صباح الخير على كل المشاهدين والمشاهدات، ويوم حضراتكم سعيد ان شاء الله. اهلا بيك يا فندم. اهلا بسيادة. اهلا بيك يا دكتور. لو توضح لنا الجانب الاثري عن هذه المسابقه. هو طبعا في ظل اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب، ومن هذا الاهتمام ايضا يعني اطلق الاستاذ الدكتور احمد زايد مدير مكتبه الاسكندريه هذه المسابقة، وهي تحت عنوان ابحث عن اثر او الاثر زي ما سيادتك ذكرت، وهي طبعا الهدف منها يعني ان احنا بننشر الوعي الاثري عند عشاق التاريخ ومحب الاثار، فمن هذا المنطلق مكتبة الاسكندرية قامت بهذا الامر، ودي كبداية يعني طبعا البداية عندنا متحف الاثار، لكن ان شاء الله سوف يعني تتطرق ل نقدر نقول كل نقدر نقول متاحف ومعالم المكتبة المتميزة. فطبعا بالنسبه لنا متحف الاثار في مكتبه الاسكندريه متحف متميز جدا، ويعتبر طبعا المتحف الوحيد اللي في العالم اللي موجود داخل مكتبه، فضلا ان هو ايضا انشئ في المكان الذي اكتشفت فيه الاثار. يعني احنا ما كنا بنحفر عشان نعمل مكتبه الاسكندريه في سنه 1993، شفنا اثار في هذا المكان فقررنا ان احنا نعمل متحف اثار لاحقا. ففكره المتحف اسبق على افتتاح المكتبه، الافتتاح الرسمي اللي حصل في 16 اكتوبر 2002 منذ اكثر من 20 عاما. فالمتحف بالنسبه لنا يعتبر من الاماكن المتميزه داخل المكتبه. في هذا الاطار طبعا اطلقت هذه يعني اطلقت هذه المسابقه من اجل طبعا زياده الوعي زي ما قلت، وروح الاستكشاف والبحث والتدقيق العلمي عند الشباب. هي المسابقه تبدا من 17 اغسطس، بدات يعني اللي هو الخميس الماضي، وتستمر الى 31 اغسطس في نهايه هذا الشهر ان شاء الله تعالى. والهدف منها ان احنا بنتيح طبعا معلومات للشباب، وان هم يجوا داخل المتحف يبحثوا عن هذه القطع الاثريه. اخترنا 10 قطع اثريه متميزه من المتحف من عصور مختلفه، سواء مصري قديم، سواء يوناني روماني، سواء قبطي، سواء اسلامي، سواء بيزنطي. والهدف طبعا نخلي الناس يشوفوا الويب سايت بتاعنا او يشوفوا الاثار داخل المتحف ويتعرفوا اكتر، وبالذات طبعا الاطفال في المدارس مسموح بيها من غير فلاش، وطبعا الفيديو ممنوع عندنا الا طبعا لما بيدفعوا له رسوم. والمسابقه طبعا عمره مشترك بيبقى حوالي من 18 سنه ل 40 سنه. وطبعا بعد كده المسابق بيعمل ايه؟ بيعمل بوست على صفحته الشخصيه بيجمع الصور اللي هو صورها او اللي استعان بيها من موقع متحف الاثار او موقع المكتبه الالكتروني، مع كتابه الاجابات الصحيحه للقطع اللي هو يعني احنا طلعناها في هذه المسابقه. بيعمل تاج على منصات التواصل الاجتماعي الرسميه لمكتبه الاسكندريه، سواء منصه الفيسبوك او الانستجرام، وبنسخ علامات الهاشتاج. طب معلش يا دكتور، بس عشان نبقى فاهمين مع حضرتك دلوقتي، اللي عايز يشترك بيشترك عن طريق البيجز على فيسبوك وانستجرام؟ اه طبعا، ويعمل ويعمل تاج فيسبوك الصفحات الرسميه بتاعه التواصل الاجتماعي خصوصا صفحه الفيسبوك حضرتك. ويا اما هو يجي صار بنفسه مكتبه المتحف، يا اما بيختار. طيب الصفحه اسمها الويب سايت بتاع المكتبه، وبعدين بيعمل لنا بيحط الاجابات الصحيحه ويعمل تاج. طيب اللي اتفضلي حضرتك. طيب خليني اعرف من حضرتك الصفحه اسمها مكتبه الاسكندريه، هيدخل اي حد عايز يدخل صفحه الفيسبوك الرسميه بتاعت مكتبه الاسكندريه حضرتك، اي حد عايز يدخل على المسابقه هيدخل على البيج سواء على الانستجرام او على فيسبوك، هيتاج الصور
صح؟ تمام، هيلاقي الصور اوريدي على الويب سايت بتاع المكتبه او متحف الاثار، تمام حضرتك؟ فبيخش بقى يختار الصور وبيبدا يكتب على الصفحات الرسميه بتاعتنا اللي هي منصه فيسبوك او انستجرام، وبيعمل الهاشتاج ويقول لك بس صفحه للقطع، احنا منزلين 10 قطع اثريه حضرتك يا استاذه بسام، ويا اما يجي بقى في المتحف عندنا ويصور وينزل بقى الصور اللي هو صحيح صورها في المتحف بنفسه. سؤالي الأخير يا دكتور، أنتوا يعني اعتمدتوا بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل هذه المسابقة، مستهدفين إيه ده بناء على دراسات؟ هل يعني معتقدين إن ده ممكن يعمل نتيجة أكثر تأثيرا؟ كلمني عن التفصيلة دي بعد إذن حضرتك. هو طبعا التواصل الاجتماعي زي ما سيادتك عارف يا استاذ مصطفى هو دلوقتي يعني نقدر نقول وسيله الاشهر والافضل، وطبعا يعني لو حضرتك ما قدرتش تيجي بنفسك تصور فهتبدا تبص على هذه الصور على موقع متحف الاثار بمكتبه الاسكندريه وموقع المكتبه نفسه، ففي هذه الحاله حضرتك بتزور الاثار وبتبدا تتعرف عليها، فاحنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بنقدر يعني نقدر ما نبقاش محدودين بالتواجد المكاني داخل المتحف لو حضرتك من مكان بعيد من الصعيد او في مكان تاني. صحيح. فده في حد ذاته بيتيح لنا هذه الفرصه، وطبعا زي ما حضرتك عارف دي مواقع مفتوحه وكانت ايام ازمه كورونا بالنسبه لنا عملنا تاثيرها اكبر طبعا، وفي نفس الوقت بتنتشر بشكل كبير، كان نفسنا تبقى معانا بشكل اكبر. جزيل الشكر يا دكتور، دكتور حسين عبد البصير مدير متحف الاثار في مكتبه الاسكندريه، مسابقه جميله محتاجه تواصل اكتر من الشباب، اعتقد ان هي هتبقى يعني ليها اثر كبير على مواقع التواصل.